باش نصحح لك، باش كنشكرك السي رشيد، نصحح لك المعلومه. التعرض لهذا الشيء اللي تعرضنا ليه حنا ما كانش في مستودع الملابس، بالعكس كان في المدرجات. في انه المساله غنحكيها لك ببساطه، اللاعبين اللي كانوا في الاحتياط اللي ما غيشاركوش في المقابله، في كل مباراه كيطلعوا لي غرادان كيبركوا منهم واحد خمسه اللاعبين، منهم تروازيام جول غارديان دو بيت اللي هو شنوف وخيري ايوب، تيطلعوا لي غرادان كيتحبسوا من طرف الامن الخاص، وواحد السيد اللي هو الاخ ديال الرئيس المنتدب مجيد، تيتحبسوا في واحد الباب حديدي باش يشاهدوا المقابله من تما. داكشي اللي ما عجبنيش انا وما عجبهمش حتى هما. ضنا عند السيد، اتصلنا بالسيد المسؤول، قال لك اودي انا التعليمات كنفذها ديال الرئيس ديال النادي اللي هو الرئيس المنتدب مجيد مدران. جا عندنا بالفعل، اتصلنا به، مشكور من هذا، واخا خوه تكرفص علينا، جا طلبنا منه باش يبرك هذوك الناس. بالفعل طلعهم للتريبيل بركو، كيسالي الماتش، كيعاود يهبطوا باش يلتحقوا بالزملاء ديالهم بالمستودع الملابس. في الوقت اللي غاديين هما المستودع ديال الملابس، كان داك البيت اللي حيدوا لينا العربيط، تمارك الهدف، تهزينا، كنتفاجئوا بالجمهور ديال الحراس الامن وبعض المحسوبين على الجماهير ديال نهضة بركان، والاخ اللي هو هشام مدران اللي هو اللي عنف الدراري والضرب والسب والشتم. واحد الساعة تهز واحد فيهم، هو داك السيد بغى يضرب انا عاطيه بظهري، جات فيه الضربة في ظهري، المهم كرفصونا مزيان، ولينا بغينا غير نهربوا ندخلوا. تصور حنا داخلين الطريق باش نوصلوا دوك الدراري المستودع الملابس، كنسحبوا حنا الراجل دا 3 بوان، انه داكشي اللي وقع علينا ما بقيناش فناش المستطيل الاخضر، ما بقاش كيبان لينا والو. المهم هربنا دخلنا لتمايا، تيتبعهم هو المستودع الملابس بالشتم والسب وهذه. المهم هذا ان ديتاي حنا اللي غنهضروا عليه، لان هادشي ما ضرناش اكثر من داكشي اللي ضرنا، داك التحكيم، ديك المجزره التحكيميه اللي وقعات. هادشي راه ما عمرو كان في الكره ديال القدم. تظلمنا سنوات ديال مع دليمي، تظلمنا مع البصري الله يرحمه، تظلمنا، ولكن بحال الظلم هذا اللي شفناه في هذه المباراه الاخيره ما عمرو كان، راه بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.